هذا هو السؤال اللي كنا بغينا نطرحه. تفضل اسمع من اذا كان ربما السؤال السياسي الان يعني ربما هو شاب، علاش ما مشاش مثلا؟ لان الان الكثير من الناس تغريهم يعني حب الشهره وهذا يعني الدعم اللي كتلقاه الاغنيه العصريه بصفه عامه، علاش انت اخترتي هذا المجال ديال الانشاد والمديح وهذا المجال الروحي عوض البريق ديال الاغنيه الاخرى؟ وهذا السؤال ديما كيتكرر دائما في جميع البرامج، ولكن كنجدد عاوتاني الجواب على هذا السؤال. نعم. بيقين تام وبحب عميق لهذا التراث ولهذا الفن ديال الغناء الروحي. يعني انا انطلق من محبتي له ولا ارى نفسي الا فيه. نعم. فلهذا لا يمكنني ان اغني اغنيه عصريه وان اشتهر بها، هو بمقدوري كذلك. نعم. لكن انا ازهد في هذا الامر حتى يكون خالصا لله تعالى. لكن حاليا نحن نعكف على تجديد الموسيقى الروحيه بقلب جديد، حتى الشباب خصهم كيفاش غادي نسوقوا لهم هذا المنتوج؟ حنا هذا المنتوج الصوفي الروحي شنو كيخاطب اصلا؟ كيخاطب اسمى ما في الانسان، شنو الروح. الروح ديالو والوجدان ديالو. كيخاطب ارق مضغه في الجسد ديال الانسان هي القلب. اذا لاحظتي الروح والقلب كيمشيو بجوج في هذا الغناء الروحي. اذا باش نقدموه ونسوقوه للشباب ديالنا خصو يكون في واحد الحله اللي تواكب هذا الزمان. لكن ياسين، نعم. واش ما كتلاحظش معايا ان مقارنه ربما مع الموسيقى العصريه؟ نعم. هي كتكون قريبه لانها كتوصل بواحد السرعه كبيره سواء من الاعلام او من وسائل اخرى ربما بلا ما نذكروها. لكن الان مثلا الموسيقى الروحيه شنو هي الطريقه باش توصلوها بسرعه للشباب؟ واش كاين لقاءات؟ واش كاين؟ اسمح لي، هو لا ينقص من الغناء الروحي باش يتسوق سوى الاعلام، ودور الاعلام مهم جدا. الا ما كانش الاعلام مهتم بهذا المجال هذا ومسلط عليه الضوء كثيرا، بيان سيغ يبقى دائما مهمش، ولكنه غني في بلدان اخرى. بحيث انه كيترعرع وكيحيا بكثير في بلدان اوروبيه وما كيحياش هنا. يعني حاليا دابا عندنا الاستاذ فوسي الصقلي والاجتهادات ديالو بالنسبه للموسيقى الروحيه في الفيستيفال دي ميوزيك ساكري اللي غيكون ديال فاس، وكذلك فيستيفال ديال الثقافه الصوفيه. ها هما جوج محطات مهمين جدا في العام. ها هو السي فوزي تسقلي كيكابد يعني العناء وهذه باش يركز هذه الثقافه هذه، ولكن ما كافيش، خص بزاف ديال الانشطه الثقافيه الصوفيه اللي تنتشر في البلاد ويتسلط عليها الضوء في البرامج، وكذلك وديك الساعات هالمنتوج ديال الغناء الروحي وهالمنتوج ديال الاغنيه العصريه كما كانت، وغتشوف الشباب فين غادي يميل. انا اصلا كانت اول مشاركه ديالي في مهرجان روحي صوفي في 2011 في الموسيقى الروحيه العريقه، ومن تما تم اختياري من لا سيتي دو لا ميوزيك ا باري بسميتو كنتذكر الان ويبر اللي كان اختار الفرقه باش درنا الافتتاح ديال هذا لو غون غامادون ا باري. يعني ها هي محطه هي اللي فتحت لكم، هي اللي فتحت لنا الباب. تمكن ايضا لقاءات ربما مع اجانب ومع اكيد ناس اكيد مرين. لكن فوزي سقلي نمشي معك ربما الاشكال التعبيريه على الثقافه الصوفيه. دابا كنهضر ربما على هو معنا منشد، لكن فين كنقدروا نشوفوها ايضا في الفن ربما؟ واش رقص؟ واش فن تشكيلي؟ واش حنا كما قلنا كاين واحد التجديد في الاداء، كاين كذلك واحد الضروره ديال التجديد في الصناعه الثقافيه، لان في الاخراج الثقافي تنظن هذا هو الشيء اللي هو كاين بالنسبه لهذ المهرجانات. لان لا يكفي انه مثلا نجمعوا الناس ونقولوا غادي نديروا السماع وغادي يكفي، كاين واحد المقاربه ديال التنظيم ديال التصوير ديال البرمجه ديال التسويق ديال الاعلام ديال الكتابه ديال الكوميونيكاسيون كولتوريل بالمفهوم العام. اذا هذا هو الشيء اللي هو مهم جدا، وتنظن ان لما تندخلوا من هذا الباب تلقاو بان كاين واحد الاهتمام كبير جدا بالنسبه لهذ الاعمال اللي سمعنا قبيله. وهذا هو الفن، بمعنى انه ملي تسمع شي حاجه وتتاثر عليك تتحرك الوجدان ديالك، هذا هو الشيء اللي هو مهم جدا. وهذا يصعب دابا الان في بزاف ديال الاداءات الاخرى، يمكن تسمع شي حاجه وتعجبك وتنشطك، ولكن باش تقيسك وتمسك وتحرك الوجدان هذا الشيء مهم جدا، وهذه القوه ديال الاداء الروحي. يعني المغاربه لم يكونوا بعيدين على هذه الاشكال المرتبطه بالثقافه الصوفيه بصفه عامه. عندنا ثقافه الدراويش في المشرق وكذا، عندنا هنا الامداح، عندنا الاناشيد، عندنا مثلا الجذبه، عندنا واحد المجموعه ديال الاشكال التعبيريه. الان ياسين تحدث على طرق على طرق التجديد، كيفاش يمكننا نعاودوا لها لومبالاج ديالها ونعاودوا ندخلوا عليها ربما تحسينات موسيقيه وكذا ونقدموها، لان ايضا الشباب المغربي لا يعرفوها، ربما هو اقرب الان الى الثقافات الجديده.
جديده على مستوى التعبير الغربي وان يفقد هذا الجانب هذا. حتى القضيه ديال الاشعار مثلا لان تنتكلموا مثلا قليلا انت عارف شنو هو مثلا الشعر ديال الحراق في المغرب اللي هو غني جدا ولا ديال الشستوري اللي هو كذلك اندلسي مغربي. اذا هاد الاشياء اللي هي غنيه وعندها واحد القوه بتبع حتى نتكلموا على عبد الفريد اللي هو بعد ما من مصر ولكن تتعامل بواحد الشكل كبير. اذا هادو كلها واحد واحد تتكون واحد المكامن واحد القوه واحد الطاقه شعريه كبيره وراقيه وعندها واحد الشاعريه واحد القوه كبيره جدا. اذا اللي بغيت نقول ما خصناش تنفكروا بعض الشيء مرات تنفكروا في صوفيا تنفكروا في واحد الجانب فولكلوري تنساو العمق ديال الاشياء اللي خصنا نبحثوا عليه. وملي تتلقى شباب تيتكلموا بهذ الاشعار تنعاود نسترجعوا ليس فقط الجانب الفني ولكن حتى كذلك الجانب الادبي والفكري الا بغينا نقولوا تتعاود نسترجع من جديد. قبل اسمح لي سي محمد قبل ما نكملوا النقاش ديالنا حول الثقافه الصوفيه وحول هذا الامتداد نخليوا الجمهور ونقربوا الجمهور المغربي من وقفات من مهرجان فاس للموسيقى الروحيه. تفضل سي محمد. نعم الان كنشوفوا الان على انهم حنا كنتحدثوا على التجديد وعلى ايضا القيمه المضافه اللي ضافها المهرجان ديال الفنون او الموسيقى الروحيه من فاس. كنشوفوا الان على انه غالب ما ان المنشدين من المغنيين اللي كيجيو اخص المغاربه يعيدون بنو عربي السشتوري كذا الى غداك. ما كاينش مثلا زجا المغربي كي تدار. حنا عندنا الكثير من الزجاج ديالنا سيد عبد الرحمن المجدوب محمد الشرقي مزيحي البهلولي. علاش ما تمش يعني التعاطي مع هاد الزجاج والشباب ما كيعرفهمش ولا انه تم التقليد وجرى على ان الناس كيمشيو اعاده الماضي؟ بالعكس هذا موجه لكم بجوج. لا تنظن هاد الاشعار حتى اللي عندها واحد الطابع شعبي ولكن عميقه بحال دابا الشعر ديال سي بوعبيد الشرقي ولا الاشعار ديال سي عبد الرحمن المجدوب الكرماني ولا ديال سيدي قدو العالمي اللي هو من كناس. لا كاين واحد تنظن اللي كاين فقط هو انه بالفعل كيفاش يمكن لها تستعمل الان ويستلهم منها ويكون واحد الاداء من طرف الشباب. انا تنظن هذا تيفتح واحد المجال غني جدا لانها كما قلت اشعار قويه وما تيمنعش انه يمكن تكون اشعار اخرى تبتكر الان ولكن هادشي راه تيخرج من الاعماق. حتى التوظيف ايضا ديال مثلا الايقاعات المغربيه كنلقاو الان مثلا بانه في اغاني الشعبيه مثلا المغربيه ولا في اهازيج الشعبيه المغربيه كنلقاو فيها مثلا ايقاعات روحانيه عساوه جلاله درقاوه حماشه كل ما ايقاعات. نعطيك مثال شريف هو ان مثلا الفرقه ديالي فرقه روح كتعكف حاليا على واحد جديد حقيقه اللي هو غادي نبقاو نستغلوا الايقاعات مثلا الايقاع المجرد ديال عيساوه
الايقاع الحمدوشي ديال احمد شاه، الايقاع القناوي، وكيفاش نوظفهم في واحد الموسيقى روحيه ويعطيونا واحد القالب صوفي جديد. عندنا ايقاعات مغربيه ولكن خصها تخدم موسيقيا بطريقه تواكب هذا العصر هذا واللي يستوعبها سواء الشاب او الشيخ او الام او الاب، يعني جميع. حنا الاشكال ديالنا ديال الثقافه الصوفيه او المادحين لان كنخاطبوا واحد الشريحه كنظن محدده، وهذا هو الغرض. حنا بغينا نفتحوا على الشباب ونفتحوا على الاديان الاخرى، الاديان الاخرى كذلك أخرى. كذلك يعني نذكر، كنتذكر في افريل كانت مشاركه ديال فرقه روح في مسرح زينيت مونبولي، وكانوا هاد الناس هادو جمعيه مسيحيه، قال شنو غنديروا؟ غنجمعوا المسلمين واليهود والنصارى، وفعلا جمعونا بثلاثة بينا وداروا واحد البلاطو اللي هو فعلا أثار الانتباه ديالي. فيه التسامح، فيه الحوار، فيه الانفتاح على الآخر، وكل شيء غنى بحب. إلا لاحظتي أن الثقافة الصوفية تنشد الخير، تنشد المحبة، تنشد الحرية، تنشد السلام. جميع الحقيقة هذا الثقافة الصوفية عندها واحد الخطاب إنساني أحسن رسالة بامتياز. كل توفيق ياسين حبيبي، وشكرا لحضورك معنا اليوم. شكرا لكم، بارك الله فيكم.